بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتم بتشوفوا الفيديو بتاعي النهارده كده، حابة اشارككم فرح ابن حبيبتي وصاحبتي واختي رودي. ده كده منظر المدخل بتاع القاعة، وكده احنا رايحين على القاعة اللي فيها الفرح. زي ما شايفين كده شكل الكوشة جميلة جدا، وفي في السقف الزرع ده كده لونه سيلفر، والنور نازل منه، وتحتيه الستيج اللي العروس والعريس بيمشوا عليه عشان يروحوا للكوشة بتاعتهم. ودي كده بوكيهات ورد جميلة حطينا على الترابيزات، واحنا كده في انتظار العروسة والعريس. اهم كده زي ما انتم شايفين العروسة والعريس داخلين القاعة. بسم الله ما شاء الله عليهم، واقفين بره هم باينين في الشاشة. عقبال كل البنات والولاد يا رب ما يفرحوا الفرحة اللي بيتمنوها، ربنا يسعدهم كلهم. احنا كده منتظرينهم. بدأوا يدخلوا القاعة. سيبكوا بقى تستمتعوا كده مع اللحظات الجميلة دي واللذيذة واللي كل البنات بينتظروها. أم العريسة اهي راح تسلم على العروسة. ما شاء الله عليهم، ربنا يهنيهم ويسعدهم يا رب. ده زي ما شايفين كده حاطين بوكيه ورد جميلة على ستاند لونه ذهبي على الترابيزات، شكله جميل. والعروسة والعريس وصلوا الكوشة بالسلامة كده وبيتصوروا. كده زي ما انتم شايفينهم. ونيجي بقى ايه لجنب الكتاب ده، كده شكل المنديل زي ما انتم شايفينه جميل. وهنا كده بيبدأوا يكتبوا الكتاب، العروسة قاعدة اهي والعريس وباباه. عقبال كل البنات يا رب. ام العريس اهي واقفه جنبه، وانا كنت واقفه جنبه برضه هسلم عليه في اللحظه دي. بعد كده الكتاب طبعا هتشوفوا بقى ايه فرحه العروسين، ربنا يهنيهم يا رب. عريسنا بقى كده وهو بيمضي، وشوفوا بقى فرحة العروسة والعريس بقى بعد كتب الكتاب على الأغنية الجميلة دي. ما شاء الله عليهم. طبعا احنا كنا موجودين ومبسوطين وفرحانين انا والاولاد، بس طبعا الاولاد عندي مبيحبوش يتصوروا، انا بقى اللي كنت بصور بقى اللقطات الجميلة دي من الفرح. يلا بينا يا احمد، استاذنك تاخد عروسه.
كده شو الشربات او الشربات زي ما بتقولوا، بعد كتب الكتاب حبيت كده اشاركه معاكم. المنظر كان جميل والمشاعر دي كده شكلها حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، القاعة كانت جميلة جدا و كانت مكيفة. هنا بقى زي ما انتوا شايفينهم كده بدأوا يبصوا أسبوع على الأغنية الجميلة دي. مش حابه ان انا اتكلم كتير اكتر ما انا حباكم تشاركوني الفرحه الجميله دي. ده كده كان شكل البوكيهات اللي كانوا حاطينها على الترابيزه، شكلها جميل جدا اهو زي ما شايفينها كده، والعروسه والعريس كده بيتصوروا. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.